هذا هو قصر صبحة بالهدار، الجهة الغربية. قصر صبحة بالهدار، الجهة الشرقية. قصر صبحة بالهدار، وهذه أيضا الجهة الشمالية. هذا من داخل القصر. هذه هي الجهة الجنوبية للقصر. هنا فتحة تدخل للقصر. هنا من داخل القصر أيضا. هنا أيضا الساحة الداخلية. هنا أيضا من الداخل. هذا مدخل لأحد الأبراج المراقبة. هذه هي أحد الحيطان، وهذه أحد الفتحات للبرج. هذا هو المدخل الرئيسي للقصر من الجهة الغربية.